اليوم نواصل حديثنا حول السؤال الكبير المطروح على مائدة الحوار الوطني: ماذا يريد المصريون؟ وماذا تريد منهم بلدهم؟ مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. يقول لك دي أجندة غربية، تكلمنيش على حقوق الإنسان. طبعاً ده جهل. ليه؟ لأن مصر من قادة الحركة الدولية لحقوق الإنسان. موضوع مثار حالياً الكل بيتكلم فيه هو موضوع الدولة المدنية، كيف ترينا تطبيقه في مصر؟ لازم، إحنا دولة مدنية. دولة مدنية يعني إيه؟ يعني إحنا أبناء هذا الوطن لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الالتزامات. أنا بقى مسلمة، مسيحية، يهودية، ما لا دين لي، أنا ده ما يأثرش على تمتعي بالحقوق. في حديث العرب من مصر الليلة السابعة مساء على قناة مصر الأولى.